شعب سوريا العظيم، شعب البطولات والتضحيات والفداء والاستشهاد، شعب الصبر على المكارة والمكائد، شعب الثورة على البغي والظلم والفساد، شعب الشاهدين وقلوبهم تدمى على حرب استنزاف، بل على حرب استباحة ومعارك بالوكالة وأبشع أنواع وأشكال القتل والتدمير والحصار والتجويع والقمع والإرهاب والإذلال والفساد ونهب وتشويه إرثنا الإنساني والتاريخي والحضاري. شعبنا السوري العظيم، شعبنا الجريح الذبيح الذي تطلع نحو القريب والبعيد وتلفت نحو الشمال واليمين فلم يجد إلا الطعنات بالظهر، وتداعت عليه حثالات الأرض من كل حدب وصوب لتفريغ أحقادها بتدمير أرضنا وهويتنا الوطنية والثقافية وبث فتنها وسمومها بين أهلنا وشبابنا وأطفالنا. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، الأخوة والأخوات في الداخل السوري وفي الشتات وفي مخيمات الإذلال والإهانة التي صنعت بصمة عار أبدية على جبين دول العالم والعرب، بني وطني، نتوجه بالحديث إليكم اليوم وقلوبنا تعتصر ألما على وصول بلادنا إلى أعلى درجات الخطر وبما يهدد وحدتها الوطنية والترابية لتمزيقها إلى دكاكين هشة ضعيفة متناحرة فيما بينها ومناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية تحت يافطة شعارات براقة وبسياسة الأمر الواقع وبالقوة العسكرية، بعد أن تم رسم خطوط تماس طائفية وعمليات تهجير ممنهج. بني وطني، نتوجه بالحديث إليكم وفي قلوبنا المثخنة بالجراح وبحور من الآلام والأحزان على تشرد نحو 10 ملايين سوري وفقداننا نحو 1 مليون آخرين ونصف 1 مليون معاق ومشوه وجريح ومئات آلاف الأرامل والأيتام ونحو 3 ملايين طفل سوري دون تعليم منذ عدة سنوات. نتوجه إليكم أيها السوريون جميعا ودون استثناء ودون أي تمييز أو تصنيف، معارضة أو موالاة أو صامتين، فكلنا سوريون وجميعنا ودون استثناء معني بمستقبل أرضنا وأبنائنا، وعلى عاتقنا جميعا مسؤوليات كبيرة لإنقاذ سوريا وإخراجها من النفق المظلم الذي أدخلت إليه، وإلا لن ترحمنا جميعا الأجيال القادمة ولن يرحمنا التاريخ. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، بني وطني، نتشرف في جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا بأن نتوجه بالحديث إليكم اليوم لنقدم لكم رؤية وطنية واضحة حول الواقع السياسي والمرحلة الجديدة لمواجهة كل التحديات والمخاطر أمام حالة التخبط والتوهان والضياع التي ترافقت مع تعاقب الفشل والأداء السياسي وأفق قاتم لا يحمل بصيص أمل ونور للخلاص إلا بالتفافنا جميعاً حول المشروع الوطني، وامتلكنا قدراً كبيراً من الحكمة والشعور بالمسؤولية ونبذ الإقصاء والطائفية والأنانية الفردية والحزبية والفئوية ونبذ الكراهية والتعصب والتطرف بكل أشكاله وأنواعه مع قدر وهامش واسع من رحابة الصدر وقدر كبير من التسامح والمحبة. أولاً، إن جبهة الإنقاذ الوطني، بني وطني، إن جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا ليست حزباً ولا تياراً سياسياً، بل إطاراً وطنياً جامعاً يتجاوز مسألة المعارضة والموالاة إلى الحالة الوطنية الأشمل
وتضم المدنيين والعسكريين. إن وجود قيادة عسكرية في جبهة الإنقاذ الوطني هو في إطار التكامل بين المدنيين والعسكريين للعمل الوطني لإنقاذ سوريا وشعبها بكل أطيافه ودون أي تمييز، ولا يعني وجود قيادة عسكرية إقحام العسكري بالسياسة أو العمل السياسي. بني وطني، إننا في جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا نمتلك رؤى متطورة لمشروع وطني متكامل يشكل نافذة لخلاص سوريا، وتتمكن فيه كل الأطراف السورية من العبور نحو ضفة الخلاص لسوريا وشعبها ودون أي تمييز، والخروج من حالة الانقسامات المجتمعية والتجاذبات والصراعات السياسية. شعارنا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونعتبر أن القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين له، وأن الدم السوري خط أحمر، وأن الوحدة الوطنية والترابية لسوريا خط أحمر، ولن نسمح لأحد العبث بها. بني وطني، إن المشروع الوطني لا يمتلكه أحد، لأنه يتعلق بالوطن، الجميع يشارك فيه دون تمييز، حتى الأضداد السياسيين. إن المشروع الوطني لا يمكن أن يكون ملكية حزبية أو فردية أو فئوية أو طائفية، ولا يستطيع أحد أن يدعي الملكية في القضايا الوطنية وفي كل ما يتعلق بالوطن. بني وطني، نحن لا نمتلك ولا ندعي أننا نمتلك المشروع الوطني، بل نحن جنود وخدم وسدنا للمشروع الوطني الذي نعمل ونسعى بكل قوانا من أجله، ولا يمكن تضييق الهامش وتحويل أي نجاح لملكية أحد. بني وطني، إن ما نقوم به ليس لمصلحة فرد أو مجموعة أو فئة أو طائفة، ولا نتبع المناطقية أو الفئوية أو الحزبية. نعمل في العلن وتحت الضوء وبكامل الوضوح، ونجيب عن كل التساؤلات لنبدد جميع الهواجس وجميع أنواع القلق. نعمل لمصلحة وطن وشعب ودون أي تمييز، ولا يبنى المشروع الوطني بالإقصاء أو التهميش أو التمييز والعنصرية أو الفوقية، بل باحترام الآخر والاعتراف به وبكامل حقوقه وواجباته. إن هدفنا هو بناء الإنسان السوري أولاً، وبناء دولة المواطنة والمواطنين، واحترام التعددية السياسية. ونعتقد أن عقد ملتقى للمرجعيات الوطنية لصياغة عقد اجتماعي جديد للسوريين، المقدمة الأولى لصيانة الوحدة الوطنية والمجتمعية وبناء الأجندة الوطنية، وضرورة محاربة التطرف ومنع حالات الثأر خارج إطار القانون، ولإعادة الأمن والاستقرار ودعم قيادة المرحلة الانتقالية وما بعدها. بني وطني، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، لقد اجتهدنا بإنشاء جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا من أجل ما رأينا أنه يصب في المصلحة الوطنية، ولتكون البيت السوري الجامع والإطار الوطني والسياسي لكل الطاقات والجهود الوطنية، بناء على القاعدة الفكرية للجبهة المبنية على أساس وطني صرف كامل، مع تقبل النقد من أجل التطوير والبناء. وندعو كل القوى الوطنية والسياسية والحزبية الكلاسيكية أو الحديثة والناشئة للعمل معا من أجل المشروع الوطني. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، بني وطني، نحن لا ندعي تمثيل الشعب السوري، ولا نقبل أن نفرض من أي قوة إقليمية أو دولية كممثلين عن الشعب السوري، بل نحن نتبنى كل مطالب وأمان السوريين، ونسعى ونعمل مع الجميع
لتحقيقها وترجمتها واقعاً لنحيا جميعاً ونهب الأجيال القادمة مستقبلاً آمناً مزدهراً. إن جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا وجملة المشاريع المطروحة والقاعدة الفكرية التي تنطلق منها فكرة داخلية عميقة جاءت نتيجة الصراع وثمرة من ثمار التضحيات الهائلة، نتيجة حالة الوعي وكسر حاجز الخوف والرعب واتساع الأفق أمام التطور والمفاهيم وإعادة التقييم. اليوم وبعد 6 سنوات من الحرب مضت، نحن أمام حركة مجتمع عميقة غير قابلة للردع، ونحن في حالة وعي وإعادة تقييم لكل المفاهيم بعد نهاية وسقوط حقبة الشعارات والأوهام الكاذبة، ونمتلك رؤى متقدمة للتعامل مع المتغيرات الحاصلة والواقعية السياسية بالتزامن مع إعادة صياغة الأفكار والمفاهيم والقيم. بني وطني، نحن نسعى أن تكون جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا ملتقاً لكل الأطياف المجتمعية والقوى والأحزاب والتيارات على الثوابت والأهداف الوطنية للتشاور والتنسيق والتعاون ضمن الرؤية الوطنية والأجندة الوطنية بعقول وقلوب مفتوحة. بني وطني، نحن لسنا بوارد المنافسة مع أحد، لكننا اليوم أصبحنا قادرين أن نقول أنه يمكننا التعاون لنشكل البديل الوطني عن الأسد ونظامه. غايتنا إدارة وضبط الأضرار في عمل جماعي ضمن رؤية وطنية متكاملة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل سوريا ضمن الإطار والمفهوم الوطني. ونحن لا نرى أن السلطة غاية أو هدف، بل وسيلة لتحقيق مصالح كل السوريين ودون أي تمييز. ثانياً، المرحلة الانتقالية والعهد الجديد. بني وطني، أولاً لابد أن نبارك لكم ولشعبنا الذي صبر وتحمل نحو 5 عقود من حكم عائلة الأسد. نبارك لشعبنا رفع الغطاء الدولي عن الأسد ونظام حكمه، ونعلن انتهاء عهد الأسد وللأبد. وهذا يعني أن الأيام والأسابيع والشهور المقبلة لن تكون سهلة بالمطلق، فإزاحة الأسد ونظام حكمه يقتضي تعاون كل السوريين لمواجهة كل المخاطر ولمنع الانزلاق في الفوضى العارمة وحالات الثأر والانتقام خارج القانون. وهنا لابد وأن نؤكد أن رؤيتنا لقيادة المرحلة الانتقالية نبعت وتم رسمها بناء على قراءة دقيقة للمشهد السوري والواقع الميداني، وبناء على رؤية وإدراك للمشهد السياسي الدولي والإقليمي وخلفياته. وعلى قيادة المرحلة الانتقالية أن تضع في عين الاعتبار ضرورة المضي في عدة اتجاهات في آن واحد في المرحلة الانتقالية، وأهمها استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف والإرهاب. ثانياً، إطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين. ثالثاً، التعليم والصحة وتوفير فرص العمل مع الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القضاء. رابعاً، توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء ورغيف الخبز والمواد الغذائية. خامساً، عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم وبيوتهم وإعادة الإعمار. سادساً، إصلاح وتأهيل جميع مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخدمية. بني وطني، 6 سنوات من المؤتمرات والاجتماعات والفشل للقوى الإقليمية والدولية والعربية، وكانت الصيغ والمقترحات بيد اللاعبين الذين صنعوا جنيف واختلفوا على تفسيره
وأفشلوه ولم يكتبه السوريون، بل حتى لم يتم التشاور معهم فيه رغم أننا أصحاب العلاقة. بني وطني، على العالم أن يفهم أن ما يحدث في سوريا ليس حربا أهلية، بل حركة مجتمع عميقة تتحرك بقوة 9 أجيال، وهي حركة غير قابلة للردع بعد أن فشلت كل ملفات الإعاقة وأدواتها في كسر إرادة الشعب السوري. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها امتلاك استراتيجية جديدة ومختلفة ورؤية الحقائق بأن جنيف لم يحقق أي اختراق، لأنه يفتقد فهم طبيعة وبنية النظام وفهم البعد المدني والثقافي للأزمة السورية، ولم يتطرق للترتيبات السياسية والعسكرية الفعالة وكذلك الترتيبات الأمنية الإقليمية لمستقبل سوريا ودورها الإقليمي. إن أي عملية انتقال سياسي ستكون ضعيفة وهشة وضعيفة النتائج لعدم قدرتها على السيطرة، فمحاربة داعش وأخواتها تتطلب قوة وإمكانيات بشرية وعسكرية كبيرة واستقرار سياسي نسبي، ولن تستطيع الحكومة الانتقالية سواء كانت بالشراكة مع النظام أو من دونه القيام بذلك. ولهذا لا بد من القيام بتغيير حقيقي في بنية النظام في دمشق والعسكري منه بشكل خاص من خلال تفاهم إقليمي، فهو الخيار والحل الوحيد للمحافظة على وحدة سوريا ومحاربة داعش وأخواتها بفعالية وطرد إيران وأدواتها من الأراضي السورية. بني وطني، إن فكرة أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا هي فكرة خاطئة ومسلمة مضللة، ولا يوجد على الإطلاق ما يضمن أن الحل السياسي سينجح في سوريا، فنحن أمام صراع إقليمي نتج عن انسحاب غير مدروس وغير مسؤول للولايات المتحدة الأمريكية في عهد أوباما، مما أثار رغبة القوى الإقليمية بالتدخل. لذلك نحتاج لعناصر عسكرية جوهرية يعتمد نجاح الحل السياسي عليها بشكل كبير، فلقد فشل الجنيفيون كما أثبت السياسيون جميعا فشلهم. إننا ندعو لتفاهم إقليمي لتأسيس مجلس عسكري سوري ودخول القوات العربية أو الدولية كقوى تساعد على استعادة الاستقرار وضبط الأوضاع الداخلية والحدود، مما يعني بالضرورة ضعف نفوذ الجماعات الإسلامية المسلحة وتراجع خطرها وتفكيكها، لأن غير ذلك سيسمح لإيران باستثمار هذه الجماعات، لأن لدى إيران مشروع مختلف عن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية. بني وطني، إن قيام مجلس عسكري انتقالي يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية يعتبر ضرورة، لأنه لا يمكن ضمان الاستقرار السياسي مع وجود داعش وأخواتها، والتخلص منها وتفكيكها يحتاج إلى سلطة قوية ستتوفر بوجود مجلس عسكري. بني وطني، إن كل القوى الإقليمية والدولية ستجد نفسها أمام هذا الخيار لفرضه فرضا من شخصيات عسكرية يجب أن تكون محترمة في الشارع السوري ولم تتلطخ أيديها بالدم والدمار، مع ضمانات بنهاية حكم العسكر بنهاية المرحلة الانتقالية، وعلى أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا ينظم الحياة السياسية وتشكيل حكومة خبراء وبرلمان انتقالي تشارك فيه كل المعارضات الداخلية والخارجية بنسبة محددة فيه. ونرى أنه لا بد من صياغة دستور جديد لسوريا
ولا بد من أن يجري استفتاء السوريين عليه وعلى نشيد وعلم جديد. بني وطني، إن دخول المرحلة الانتقالية ودعم حكم المجلس العسكري يتطلب دعماً إقليمياً ودولياً، وبالتالي لا بد من دخول قوات ردع تشكل من دول عربية وغيرها وتحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لذلك فإننا ندعو كل القوى العسكرية الوطنية والثورية والضباط والعسكريين المنضوين في جبهة الإنقاذ الوطني أو غير المنضوين تحت جبهة الإنقاذ الوطني، ندعوهم جميعاً إلى اليقظة والحذر، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لتقبل التغيير والقيام بواجبهم الوطني في حماية المدنيين وحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة. إن فكرة الرحيل المنظم للأسد ونظام حكمه جيدة نظرياً، لكن عملياً ستعمل إيران والجناح المتطرف للنظام على استثمار عامل الوقت ووضع خطط جديدة للالتفاف ومحاولة إيجاد المخارج. ونؤكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقدار أننا واثقون وبنفس مقدار سعادتنا بوصوله للبيت الأبيض أن الأسد ونظام حكمه لن يتنحى طوعاً بالمطلق ولن يتخلى عن السلطة تحت الضغط، بل بالقوة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يحتاج لإمكانيات عسكرية كبيرة أمام حالة الضعف والاهتراء التراكمي التي لحقت بنظام الأسد وفقدانه للقسم الأكبر من القوة البشرية والعسكرية وفشله الاقتصادي وحالة الإحباط والمعاناة في محيطه. ولولا وجود الميليشيات التابعة لإيران والغطاء الجوي الروسي لسقط الأسد منذ عدة سنوات. لذلك فإننا نرحب وندعم وبشكل كامل ومطلق خطة الرئيس دونالد ترامب لاقتلاع الأسد من الحكم اقتلاعاً كما تم اقتلاع أسامة بن لادن. بني وطني، كما نحمل عائلة الأسد والجناح المتطرف في نظام حكمه كامل المسؤولية عن المحرقة والمجازر والجرائم وجعل سوريا مستباحة من كل القوى، فإن كل أطياف المعارضة أيضاً التي تصدرت المشهد تتحمل المسؤولية ولكن بدرجة أقل، لكننا نحمل المسؤولية الدولية عن تعريض حياة ملايين السوريين ومنع وصول الأسلحة النوعية المضادة للطيران للدفاع وحماية للدفاع عن المدنيين وحمايتهم، ومسؤولية التخاذل الدولي وتمادي إيران وأدواتها في سوريا والتغاضي عن المجازر والجرائم ضد الإنسانية على مدار 6 سنوات، ومسؤولية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية وتشريد الشعب السوري وتحويل سوريا إلى دولة فاشلة وتركها تتجه نحو التدمير الذاتي وبؤرة للتطرف والإرهاب على عاتق إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي جعل كل الشرق الأوسط عرضة لمخاطر الإهمال الاستراتيجي لفشله في حل الملف السوري ومقتضياته الإنسانية والقانونية والسياسية. ثالثاً، الرؤية الاقتصادية وإعادة البناء والإعمار. بني وطني، إن رؤيتنا لإعادة الإعمار وبناء الاقتصاد السوري تقوم على قاعدة الانطلاق على أسس اقتصادية صحيحة واللحاق والانفتاح بركب التجارة والاقتصاد العالمي. ولسد الفجوة في تخلف الاقتصاد السوري لا بد من الانطلاق من قاعدة التمويل من خلال التنمية وتحرير الاقتصاد من القيود التي فرضتها طبيعة النظام السوري وتحويل العديد من المؤسسات الاقتصادية التي احتكرها النظام تحت تسمية القطاع العام
بتحويل بعضها أو بيع بعضها وتحويل قسم كبير منها إلى مؤسسات وشركات مساهمة لتطويرها وتحسين أدائها وخدماتها، وعلى أن تمتلك الدولة حصة استراتيجية في بعضها كمؤسسات الكهرباء والطاقة وشركات النقل العام والسكك الحديد والطيران والسياحة وإدارة وتطوير الموانئ البحرية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وقطاع الغاز والنفط والمعادن والثروات الباطنية. بني وطني، إن رؤيتنا الاقتصادية أيضا تقوم على منح الشركات العالمية كل التسهيلات والضمانات المطلوبة للدخول في استثمارات حيوية واستراتيجية على الأراضي السورية في مختلف القطاعات والميادين الاقتصادية. بني وطني، إن رؤيتنا لإعادة الإعمار تقوم على قاعدة عدم إعمار المناطق المدمرة التي بنيت ونشأت أساساً بشكل عشوائي وبطرق غير نظامية وعلى حساب المساحات والأراضي الزراعية التي تشكل سلة غذائية لبعض المدن كحالة البناء العشوائي في غوطة دمشق. ولذلك وانطلاقاً من مشروعنا لإعادة إحياء الغوطة وبردة، فإن إعادة البناء ستشمل مساحات لا تزيد عن 20% من تلك المناطق، وعلى أن تكون الأولوية للسكان الأصليين لتلك المناطق قبل نشوء تلك العشوائيات. أما بالنسبة لباقي السكان فيتم إعمار مدن جديدة تتضمن كافة الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة خارج الحزام الأخضر لدمشق على سبيل المثال الحصر. بني وطني، لقد كانت سوريا على مر التاريخ والعصور مركزا تجاريا واقتصاديا هاما واستراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، وممرا لطريق الحرير، ومعبرا لحركة عبور البضائع والسلع والأفراد. ولاستعادة سوريا لمكانتها الاقتصادية في المنطقة، نرى أن وجود سوق اقتصادية مشتركة لدول الشرق الأوسط سيخدم تعافي وتطور الاقتصاد السوري ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. ونعتقد أن إدخال سوريا ضمن شبكة شرق أوسطية للسكك الحديد سيساهم في تعزيز الاقتصاد والبنى التحتية للاستثمارات الدولية، ولا بد لتعافي الاقتصاد من استبدال العملة السورية بعملة جديدة كخطوة أولى، ولا بد من الاستفادة من تجارب العديد من الدول التي حققت نهضة ونموا اقتصاديا. بني وطني، إن حالة الدمار والانهيار الاقتصادي وإفلاس الخزينة العامة يقتضي بالضرورة طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وإقامة علاقات استراتيجية متوازنة معها لإعادة الإعمار وبناء الاقتصاد وإزالة كافة آثار الحرب من دمار. لذلك فإننا ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يلي: أولا، تشكيل لجنة خبراء أمريكية أوروبية متخصصة لتقدير حجم الخسائر والدمار والتكاليف الأولية لإعادة البناء والإعمار. ثانيا، إنشاء صندوق مالي بإشراف دولي لإعادة الإعمار والبناء والمانحين والتعويضات لضحايا الحرب. ثالثا، تشكيل ائتلاف اقتصادي واستثماري من شركات كبرى يضم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها للقيام بإعادة البناء والإعمار. رابعا، استصدار قرار دولي يلزم كل الأطراف التي ساهمت في الحرب على الأراضي السورية بتحمل جميع تكاليف ومصاريف إعادة الإعمار، وإلزامها أيضا بتعويض أسر الضحايا، وعلى اعتبار أن إيران لم تقبل طوعا يتم مصادرة المبالغ المطلوبة التي تحددها لجنة الخبراء من الأرصدة والحسابات المصرفية
والاستثمارات والعقارات الإيرانية في الخارج لتحصيل ما لا يقل عن 500 مليار دولار كدفعة أولى، وتسديد أي مبالغ متبقية أو مترتبة من عائدات تصدير النفط والغاز الإيراني ومن الحسابات المصرفية الخارجية الخاصة بقيادات النظام الإيراني والحرس الثوري. خامساً، استصدار قرار دولي لمصادرة جميع الأموال والاستثمارات في أوروبا وحول العالم المملوكة لعائلات الأسد ومخلوفة وشاليش والشخصيات المقربة منهم من سياسيين وعسكريين ورجال أعمال المتورطين بجرائم حرب أو تمويلها، وكذلك المدرجين على لوائح العقوبات، وإيداعها في حساب مصرفي خاص لصالح الدولة السورية الجديدة. كما ندعو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبهدف طرد إيران وأدواتها من سوريا والحد من نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والخليج وردعها عن الاستمرار بدعم التطرف والإرهاب، فإننا ندعو إلى تشكيل حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تتضمن ما يلي: أولاً، منع البواخر التجارية والعسكرية الإيرانية من الخروج من الخليج العربي ومن الدخول عبر البحر الأحمر ومن استخدام قناة السويس. ثانياً، تشكيل عزلة دولية دبلوماسية على إيران بتجميد العلاقات الدبلوماسية وعلى رأسها مع دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ثالثاً، اعتبار حزب الله والميليشيات العراقية المقاتلة في سوريا تنظيمات إرهابية لا بد من محاربتها وصحبها كمحاربة داعش والنصرة وأخواتها. ونظراً لخطورة أسلحة الدمار الشامل التي باتت بحوزة حزب الله ومنها الأسلحة الكيماوية التي حصل عليها من النظام السوري، فإننا ندعو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لضرورة إرسال فرق التفتيش الدولية إلى لبنان لمصادرة تلك الأسلحة وتفكيك المنظومة العسكرية لحزب الله ومصادرة مستودعات الأسلحة الاستراتيجية التي يمتلكها والتي تشكل عامل عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط. إننا ندعو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتشكيل محكمة دولية خاصة بسوريا لمحاكمة كل أمراء الحرب وتجار الدم والدين الذين فروا من سوريا، ومنهم رفعت الأسد الموجود منذ سنوات في أوروبا. رابعاً، حول مستقبل حزب البعث ومنظماته في سوريا. بني وطني، إن أي دستور جديد لن يتضمن أي بند أو إشارة إلى وجود حزب قائد للدولة والمجتمع، ولا يعتبر حزب البعث قائدا للدولة أو أي مؤسسة من مؤسساتها أو المجتمع أو كليهما. ورؤيتنا لحزب البعث تقوم على حل حزب البعث والإدارة السياسية والقيادتين القطرية والقومية وجميع المنظمات والهيئات والمؤسسات التابعة له، وحظر كافة أشكال النشاط الحزبي والسياسي في المؤسستين الأمنية والعسكرية في سوريا الجديدة، كما يتم حل الجبهة الوطنية التقدمية واستعادة كافة العقارات وجميع الممتلكات لملكية الدولة السورية وتحرير جميع النقابات العمالية والمهنية والحرفية من التبعية السياسية والحزبية، ويحق لمن لم تتلطخ أيديهم بالدم والدمار والفساد وغير محكومين بقضايا جنائية من الترشح لعضوية مجلس الشعب والتقدم للترشح لشغل جميع المناصب والوظائف العامة على أسس الكفاءة مع حق تشكيل الأحزاب والجمعيات وأصدار الصحف ووسائل الإعلام أسوة بسائر جميع المواطنين ووفقا لأطر وقوانين ناظمة جديدة. كما تستعيد الدولة السورية الجديدة جميع الممتلكات
التي تشغلها الصحف ووسائل الإعلام التابعة للنظام السوري التي تصدر كذلك عن البعث ومنظماته وإلغاء تراخيصها وإمكانية بيعها وجميع محتوياتها في المزادات علنية للقطاع الخاص والمستثمرين. خامساً، حول رؤية جبهة الإنقاذ الوطني للجيش والأمن في سوريا الجديدة. أولاً، إعادة بناء الجيش والشرطة والقوى والأجهزة الأمنية على أسس مهنية وحرفية ووطنية. ثانياً، ضمان أمن الحدود السورية. ثالثاً، ضبط الأوضاع الداخلية. رابعاً، محاربة التطرف والإرهاب. خامساً، استعادة الأمن والاستقرار. سادساً، دعم عملية البناء والتنمية وإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار. سابعاً، لن يتدخل ولن يشارك الجيش والأمن في الدولة السورية الجديدة في أي صراعات أو أزمات خارج حدود سوريا. ثامناً، تسليح الجيش بأسلحة دفاعية تمكنه من تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي. ثامناً، لا يمتلك الجيش أي نوع من أنواع الأسلحة المحرمة دولياً أو أسلحة الدمار الشامل. تاسعاً، مدة الخدمة الإلزامية لن تتجاوز 6 أشهر، وبما يضمن دعم الجيش في محاربة التطرف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. سادساً، رؤية جبهة الإنقاذ الوطني حول القضية الكردية في سوريا. بني وطني، أهلنا الكرد في سوريا. لقد وضعت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا رؤية واضحة متكاملة وتفصيلية تعرفونها جميعاً لحل القضية الكردية في سوريا، وتتضمن انطلاقاً من اعتبار الوحدة الوطنية والترابية لسوريا والتي نعتبرها خطاً أحمر، ونعتبر الدم السوري خطاً أحمر، ونعتبر أن الكرد مكون أصيل وجزء لا يتجزأ من الشعب السوري، والثقافة والتراث الكردي جزء لا يتجزأ من التراث والثقافة الوطنية والإرث الحضاري والإنساني السوري. احترام خصوصية الطيف الكردي الوطني في سوريا والاعتراف به دستوريا، مع التأكيد على حرية المعتقد والدين وجميع أنواع الحريات العامة ولجميع المواطنين ودون أي تمييز، واحترام خصوصية جميع المكونات الوطنية للمجتمع السوري وجميع المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ودون أي تمييز، مع التأكيد على ضرورة رفع كافة أشكال الظلم والتمييز التي تعرض لها المواطنون السوريون الكرد، ورد الاعتبار لمكتومي القيد والمجردين من الجنسية، واعتبار اللغة الكردية هي اللغة الثانية في سوريا بعد العربية، ويمكن أن تدرس في المؤسسات التعليمية في المناطق السورية التي يكون فيها غالبية كردية، وعلى أن يتم اعتماد التسميات الكردية إلى جانب التسميات العربية على جميع القرى والمناطق والمدن التي يشكل الأكراد السوريون كل سكانها أو جزءا منهم، وحق السوريين الكرد أيضا كسائر المواطنين في شغل الوظائف العامة بمختلف مستوياتها والترشح لجميع المناصب وإنشاء وسائل الإعلام، ومن حقهم أن يعكس الإعلام الوطني همومهم ومشكلاتهم، وأن يبرز الإعلام الوطني هويتهم الثقافية واللغوية. اعتبار يوم 21 آذار من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف يوم عيد النوروز، عيد الربيع، وعيد الأم، عيدا وطنيا، ويوم عطلة رسمي تقره الدولة السورية الجديدة، وحق الكرد في الشراكة الوطنية، واعتبار اللامركزية الإدارية التي تحدد مفهومها وأطرها وقواعدها وصلاحياتها الدولة السورية الجديدة، نعتبرها الطريق الأمثل للشراكة الوطنية والتنمية العادلة لكل المناطق والمدن والمحافظات السورية.
ولا بد من التأكيد أنه من غير المقبول وتحت أي بند قيام مجموعات مسلحة بممارسات عنفية أو فرض أي نوع من التقسيمات السياسية أو الإدارية أو إحداث تغيير ديموغرافي بالقوة على أي منطقة من مناطق الوطنية السورية. سابعاً، حول رؤية جبهة الإنقاذ الوطني للطائفة العلوية في سوريا. بني وطني، نحن نعتبر العلويين في سوريا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السوري، وهم مواطنون سوريون لهم من الحقوق والواجبات كسائر المواطنين، وهم شركائنا في سوريا الجديدة. نعتبر العلويين في سوريا ضحية نظام عائلة الأسد التي جعلت قسما كبيرا من أبنائهم ورجالهم وقودا لحرب النظام على الشعب السوري. عانى العلويون من الإقصاء والتهميش في عقود سابقة، واستمرت معاناتهم مع عائلة الأسد التي جعلت من مناطقهم الأقل اهتماما وحظا من التنمية بهدف المحافظة على إبقاء القسم الأعظم من العلويين في حالة الفقر والجهل، لدفعهم للالتحاق بالجيش والأمن وربط مصيرهم ولقمة عيشهم ببقاء حكم عائلة الأسد. اليوم وبعد مضي أكثر من 6 سنوات لم يبقى بيت من بيوت العلويين في سوريا إلا وقد فقد واحدا من أبنائه ورجاله بين قتيل وجريح ومعاق وفار، ومارس نظام الأسد أبشع صور التضليل للدفع نحو الاقتتال الطائفي بين أبناء الوطن الواحد الموحد ليحافظ هو على بقائه. قام النظام السوري باعتقال ما لا يقل عن 200 ضابط من أبناء الطائفة العلوية وأودعهم في سجن صيدنايا، وقام بقتل وتصفية عشرات الضباط العلويين والمئات من المجندين بسبب أنهم رفضوا ممارسة القتل والتدمير، وأخبر أهاليهم أن من قتلهم هم من يصفهم بالإرهابيين والجماعات الإرهابية كمثال العميد الشهيد مصطفى جدود. العلويون اليوم أمام استحقاق وطني وأخلاقي لنفض الغبن عنهم لاستعادة مكانتهم الطبيعية في المجتمع السوري، وأن يعملوا ويتكاتفوا مع كل السوريين لتقديم كل من أجرم بحقهم وبحق كل أبناء الشعب السوري للعدالة، وأن لا يمنحوا ملاذا آمنا للمسؤولين عن قتل السوريين وتدمير سوريا، لأننا لن نسمح بأي عمليات ثأر أو انتقام خارج إطار القانون، ونعتبر مجددا أن القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين له. القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين له. القاتل والمجرم لا دين ولا طائفة له. سيسقط الأسد ومن معه من أمراء الحرب وتجار الدم والدين، وسنبقى معا وجها لوجه وعلى أرض واحدة وموحدة، وسنعمل معا لبناء سوريا الجديدة. ثامنا، حول مفهوم جبهة الأنقاذ الوطني في سوريا ورؤيتها حول الأقليات وباقي أطياف الشعب السوري. بني وطني، إننا نعتبر كل الأطياف المكونة للمجتمع السوري مكونات أصيلة في المجتمع ومن الهوية الوطنية والحضارية لسوريا، من المسيحيين واليهود والدروز والشيعة والإسماعيليين والمرشدين واليزيديين والبهائيين والتركمان والعلويين والآشوريين والكلدان والسريان والشركس والأرمن وغيرهم من باقي أطياف المجتمع السوري، لهم ما لغيرهم من المواطنين السوريين من الحقوق والواجبات مع احترام خصوصياتهم اللغوية والدينية والقومية والثقافية وضمان جميع حرياتهم العامة والخاصة، ونرفض اعتبارهم أقليات بل مواطنين لهم خصوصيات وهويات ثقافية ودينية أو قومية تشكل غنى للمجتمع السوري. تاسعا، رؤية جبهة الإنقاذ الوطني حول المسألة الفلسطينية في سوريا. أولا،
تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالجنسية السورية. ثانيا، إلغاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتحويلها إلى مناطق سكنية. ثالثا، حل كل التنظيمات المسلحة الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية. رابعا، حظر عمل ونشاط أي تنظيمات فلسطينية على الأراضي السورية، وعلى رأسها التنظيمات الإرهابية حماس والجهاد الإسلامي. خامسا، حل وحظر عمل جميع التنظيمات السياسية الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية، واعتبار البعثة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية الجهة الرسمية الفلسطينية الشرعية والوحيدة للتعامل الرسمي معها. سادسا، إن علاقة الدولة السورية الجديدة ومؤسساتها بالشأن الفلسطيني محصورة بالممثل الشرعي والوحيد المعترف به دوليا كممثل عن الشعب الفلسطيني. سابعا، لن يكون في سوريا الجديدة ولا على أراضيها أي موطئ قدم لأي تنظيم مسلح غير سوري، والسلاح لن يكون إلا بيد الدولة السورية الجديدة. عاشرا، حول رؤية جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا حول إيران وأدواتها. أولا، طرد جميع الخبراء والضباط العسكريين والأمنيين الإيرانيين من الأراضي السورية. ثانيا، طرد جميع الميليشيات الإيرانية والتابعة لإيران مثل حزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية وغيرها. ثالثا، طرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق السفارة الإيرانية والمراكز الثقافية الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية. رابعا، إغلاق وحظر جميع الجمعيات والمنظمات والحسينيات التي أنشأتها إيران على الأراضي السورية منذ عام 1996. خامسا، نزع الجنسية السورية عن جميع الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والمرتزقة الذين منحهم الأسد الجنسية السورية منذ عام 2003 وحتى هذا اليوم. سادسا، تعتبر ملكا للدولة السورية الجديدة جميع العقارات والأراضي التي حصلت إيران بشرائها من أصحابها وإعادة العقارات لأصحابها الذين جردوا منها بالقوة. سابعا، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الدولة الإيرانية وجميع التنظيمات التابعة لها للمطالبة بالتعويضات المالية لمشاركتها في قتال الشعب السوري وتدمير سوريا. ثامنا، إلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين نظام الأسد والنظام الإيراني، ولا تتحمل الدولة السورية الجديدة أي التزامات نتيجة هذه الاتفاقيات والمعاهدات. تاسعا، مصادرة جميع الاستثمارات الاقتصادية الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية وتعتبر ملكا للدولة السورية الجديدة باعتبارها جزءا من التعويضات. عاشرا، حظر نشاط حزب الله وجميع الميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية باعتبارها منظمات إرهابية. 11، حظر نقل السلاح عبر الأراضي السورية إلى لبنان وتدمير جميع الأنفاق السرية. 12، تتحمل الدولة اللبنانية كامل المسؤولية القانونية لمشاركة حزب الله في قتال الشعب السوري واستهداف الأراضي السورية انطلاقا من الأراضي اللبنانية على اعتبار حزب الله شريكا في الحكم في لبنان. 13، تتحمل الدولة العراقية كامل المسؤولية القانونية لمشاركة ميليشيات عراقية طائفية متطرفة في قتال الشعب السوري واستهداف الأراضي السورية انطلاقا من الأراضي العراقية، وعلى اعتبار هذه الميليشيات التابعة لإيران شريكا في الحكم في العراق. 14، حظر دخول جميع المواطنين الإيرانيين للأراضي السورية لأسباب دينية أو اقتصادية على الأقل خلال المرحلة الانتقالية. أخيرا، حول رؤية جبهة الإنقاذ الوطني لإسرائيل وعملية السلام السوري الإسرائيلي. بني وطني، إن هدفنا
أن تكون سوريا الجديدة خارج أي صراعات إقليمية أو دولية أو عربية، وأن تكون علاقة سوريا مع جميع دول العالم والمنطقة مبنية على التوازن والمصالح المشتركة وفقا لما تقتضي مصلحة سوريا أولا وبعيدا عن الشعارات، وتركز سوريا الجديدة على البناء والتنمية وبناء ثقافة السلام. إن الحرب في وعلى سوريا أسقطت منظومة الشعارات والأوهام الكاذبة في الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة والدفاع عن فلسطين والحرب على إسرائيل التي زرعها النظام السوري وحليفه الإيراني، وأمعنوا في زرع ثقافة الكراهية والحقد والعداء لليهود، مما دفع غالبية يهود سوريا لمغادرتها. اليوم وبعد أن طعن العرب والعالم الشعب السوري بالظهر وتكشف له اللا أهمية أو قيمة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأن لا أهمية أو فائدة ترجى من استمرار عضوية سوريا في هذه المنظمات الإقليمية، وأن عليه أن ينظر بواقعية سياسية لموقعه السياسي والجغرافي ويحدد مصالحه وعلاقاته الاستراتيجية وتحالفاته بعيدا عن العواطف والإيديولوجيات المشروخة، بما يضمن مصالح الشعب السوري وسوريا أولا، وأمن وأمان واستقرار سوريا ونمو اقتصادها. فالواقع السياسي والجغرافي لسوريا يشير إلى أنها تقع بين قوتين إقليميتين هامتين هما تركيا وإسرائيل. يمكن لسوريا أن تكون الجسر البري الآمن الرابط بينهما عبر سوريا، مهد الأديان والانفتاح والاعتدال، والتي يشكل السلام معها مفتاح سلام الشرق الأوسط. ونعتقد أن مشروع شبكة سكة الحديد الإقليمية للسلام لربط الخليج العربي وبحر العرب بالبحر المتوسط والبحر الأسود بالبحر الأحمر ستفتح آفاقا اقتصادية واسعة، بما يحقق الأمن والنمو والاستقرار وتعاونا اقتصاديا إقليميا غاية في الأهمية لبناء السوق الاقتصادية المشتركة للشرق الأوسط على غرار السوق الأوروبية المشتركة. اليوم وبعد أن أصبحنا في حالة وعي وإعادة تقييم لكل المفاهيم والقيم، ولأنه لا يمكن الوصول إلى أمن واستقرار وسلام حقيقي في سوريا دون سلام مع إسرائيل، فقد توجهنا بخطابنا المعلن للشعب الإسرائيلي وأكدنا فيه أن سوريا الجديدة ومن خلال خارطة الطريق للسلام التي أعلنا عنها، أن سوريا الجديدة لن تكون دولة معادية لإسرائيل ولا لأي دولة إقليمية أو عربية أو دولية، وأننا نتطلع لسلام حقيقي وتحويل الجولان السوري لحديقة سلام تضمن مصالح الشعبين السوري والإسرائيلي وواحة للأمن والتعاون المشترك والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية وقبلة سياحية دولية في المنطقة. بني وطني، اليوم وبعد أن لمسنا من المجتمع المدني في إسرائيل قبولا شعبيا واسعا لخارطة الطريق للسلام بين سوريا وإسرائيل وتعاطفا مع قضية الشعب السوري، فإننا ندعو الكنيسة والقيادة الإسرائيلية لتوجيه خطاب واضح للشعب السوري يؤكدون فيه رغبتهم بالسلام مع الشعب السوري وبعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا والتشديد على وحدة سوريا الوطنية والترابية، كما ندعو القيادة الإسرائيلية ومن منطلق المصلحة المشتركة بين سوريا وإسرائيل بطرد إيران وأدواتها من سوريا، ندعوهم إلى توجيه ضربات عسكرية واسعة النطاق تشمل مواقع حزب الله في سوريا وبشكل خاص
في ريف دمشق الغربي ووادي بردة ومنطقة الزبداني والجنوب الشرقي لدمشق وفي القلمون وفي مناطق ريف السويداء والقنيطرة ودرعا وريف حمص الجنوبي وفي ريف القصير في محافظة حمص. إننا ننشد السلام ونسعى لبنائه، فطوبى لمن يصنع السلام ويعمل من أجل السلام، وفجر الحرية بني وطني بات على أبواب دمشق، الشمس لم ولن تشرق إلا من دمشق. إخلاصنا خلاصنا، والسلام عليكم.